بعد 3 أيام من جريمة بشعة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وصلت جثامين ضحايا شيلان ووالديها إلى مدينة السليمانية التي انحدرت منها الأسرة وسط ذهول المقربين من الضحايا. وعلى الرغم من اعتقال القاتل الذي اعترف بجريمته، فإن دوافع الجريمة لا تزال غير واضحة وسط وجود روايتين تدعي الأولى أنها بدافع السرقة، فيما تنفي الثانية ذلك وتؤكد أنها تأتي في إطار عمليات الاغتيال التي تطول النشطاء والمتظاهرين. أهل الضحايا شددوا في اتصال مع UTV على أن دافع الجريمة هو السرقة ولا علاقة لها بأي دوافع أخرى كما يشاع، وهو ما أكدته أيضا وزارة الداخلية التي بيّنت أن مبررات الجريمة دلت على أن الجاني كان يسعى لسرقة المال من العائلة وأنه كان يراقبهم على مدى شهور لتنفيذ العملية الإجرامية. غير أن متظاهرين ونشطاء في ساحة الاحتجاج ببغداد فندوا هذه الرواية وأكدوا لنا أن شيلان عملت في بداية الاحتجاج مسعفة في أحد خيم التظاهرات، كما لم يستبعدوا وجود أطراف لها مصلحة في اغتيالها، وخاصة أن ناشطات صيدلانيات كن هدفا لعمليات اغتيال ممنهجة في الآونة الأخيرة.